السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم، صباح الخير والتفاؤل، وأهلا وسهلا بكم دائما، ونتمنى دائما تكونوا بخير عليكم وفي أحسن الأحوال انتوما وكل أحبابكم وجميع الناس اللي عزاز عليكم. اليوم جمعة، أول يوم من شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. المهم راني اليوم خرجت ندير بكم هاد الجولة الصباحية، وكما راكم تشوفوا أمطار الخير بمدينة بركان، الشتا راها تصب والجو اليوم عندنا زين بزاف، ونطلب الله سبحانه يرحمنا برحمته ويعطينا الشتاء على قد النفع إن شاء الله. إن شاء الله هاد الأمطار تكون خير وبركة، وإن شاء الله هاد السنة تكون خير وبركة على هذا الوطن الغالي. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تبارك الله ما شاء الله. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. المهم كما قلت لكم غادي ان شاء الله نشارك معكم هاد الاجواء ديال هاد الجولة الصباحية يوم الجمعة. كما قلت لكم أول يوم في شهر شعبان، ونتمنى لكم كل خير في حياتكم، وخليكم معايا حتى الآخر الفيديو وفرجة ممتعة. يعد شهر شعبان من أشهر السنة الهجرية المباركة، فهو شهر مليء بالمحبة والسلام. نسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا الشهر شهر خير على جميع المسلمين. اللهم بارك لنا في شهر شعبان واجعلنا فيه من الصائمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهنئة خاصة لجميع المسلمين في هذا العالم بمناسبة قدوم هذا الشهر. ربنا إننا نسألك في شهر شعبان الخير والبركة والرحمة لجميع أمة الإسلام. اللهم اجعلنا في شهر شعبان من الصائمين القائمين الطائعين. بكل حب وكل فخر وكل سعادة نبارك لجميع المسلمين بمناسبة قدوم شهر شعبان المبارك، هذا الشهر الذي يسبق شهر رمضان العظيم. ربنا بارك لجميع المسلمين في هذا العالم بهذه المناسبة.
نستقبل شهر شعبان بكثير من المحبة والمودة، نستقبله بكثير من الهمة العالية، نستقبله بالكثير من المحبة لجميع الناس، ساعيين أن يكون هذا الشهر شهرا للمحبة والسلام في هذا العالم. Thank you.
خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله دائما نجيبكم فيديوهات جديده تكون في المستوى ونشاركها معاكم ان شاء الله دائما. الجديد في قناه عبد الله البركاني وفي قناه احباب عبد الله البركاني.